تحياتي لكم من جديد في زون ميكس مع ضيفنا اليوم الاستاذ كمال بن خليل. نحكي استاذ باهي عدد المواضيع مازالت عندي ماذا بينا نزبوا شويه في ريتم ما عنديش برشا وقت. بلاغ لجنة الطوارئ في الجامعه كيفاش تقراها؟ نقراها بانه الجامعه رفعت يدها على مدعم ومساند السيد عبد السلام اليونسي. لانها تعرف مليح انه النقاط الموجودين ثم زوز منهم مستحيلين. نقطة الإدلاء بما يفيد خلاص الديون خاطر هو مش مخلص دونك مستحيل انه يدليوا لهم بهذا، ونقطة محاضر الجلسات العامة لأنها تعرف انه عبد السلام ما عمل حتى جلسة عامة دونك طلبت منه حاجات مستحيلة باش تتعدل للمرحلة الثانية. التقارير المالية طلبت منه تركيبة الهيئة، شنو تو مشيت هذيك ما عندوش هيئة مديرة تو؟ لا التركيبة اللي فيها مجدي وهو وكريم بن صالح وما نعرفش شكون آخر. ما صارش احترام المواعيد. اي هاني قلت لك طلبوا منه حاجتين مستحيلين. هي الجامعه عندها دي تري تامبي وقالت له جيب لي ما يفيد خلاص الديون نتاعك. وهي تعرف اللي الجوارات شاكين مش خالص فهمت؟ دونك هاني قلت لك انا قريته انه رفع يد من طرف الجامعه للسيد عبد السلام اليونسي. العلاقه مع الجامعه تبدلت اليوم علاش؟ تبدلت على خاطرك والضغط كبير معناتها ما عادش الجامعه وخر ما عادش فيها فهمت؟ تعرضت للضغط وزعما ان كونفيدونس بتاتر. انا سيد ودي الجيري حكيت معاه يقول لي معناتها ما عادش ينجم معناتها مساندته لعبد السلام ولات شبهه بالنسبه لي. انت كنت مرشح انت في وقت من الاوقات المنصب في الجامعه؟ لا جمله نو مش جمله ما معناتها ما الحكايه ما خذتش بعد جدي فهمت؟ كانت فكره ومن بعد ما مشاتش. شو رايك في التركيبه الجديده لهيئه عبد السلام اليونسي؟ أني التركيبة الجديدة اللي أعلن عليها بوجود فهمي العميري مثلا اللي أعلن اسمه بعد استقال. لا تركيبة جديدة أبار مجدي الخليفي ومسي مكرم في التنظيم ما ثم حتى حد آخر. ما ثماش الآخرين كل ما ثماش. شكون ثم؟ فهمي تعيين جديد نتاع لطفي رويسي. معناتها فنيين أنا نحكي إدارة. الاستغناء عن حمزة الوسلاتي. الاستغناء هو في إطار دائما في إطار السياسة نتاع عبد السلام اليونسي وهو أنه عدو نفسه. اللي يعاونوا ويدز معاه بعد. شنو العركة بيناتهم شنو؟ عركة متاع تم موقع ما حمزة بدا يظهر بدات خدمته تظهر بدات الناس تقول لا راهو خطيه مش كي عبد السلام هاو ما هربش معناتها هو الداعم المالي هو اللي قاعد يصرف سانو بلي با لعبد السلام. عدو نفسه واللي ينجح شوف محمد بريدة عاونوا برشا في سبونسورينج نحاه. فوزي صغير وان كان معناتها صار بيناتهم خلاف لكن فوزي في الليجون كانت ماشيه كزيت فوق الماء الليجون راه برا شوف توا الفضايح اللي قاعدين صايرين في الليجون وشوف الفوضى اللي صايره في الليجون. فوزي صغير كان مشاها على السكه الليجون توا فوضى كبيره نحاه. معناتها حمزه الوسلاتي نحاه فهمت؟ هل صحيح انه محمي من قبل حركه النهضه عبد السلام اليونسي؟ والله ما نعرف معناتها يفو بوزي لا كيستيون اللي هو معناتها هكا النهضه خرجت بيان قالت ما عندي حتى علاقه. اي خاطر فما الفرق بين اللي تقال وبين الحقيقه. اي بون انا شخصيا تي للتعاملي مع عبد السلام اليونسي عمري ما ريته مع واحد ينتمي للنهضه. معناتها ديجا تقابل مع راجل الغنوش. لا انا نحكي اخزر المقابله ذيك للاعلام. اما نحكي لك تبدا معاه. يقال انه عقد القطريه جابته حركه النهضه. والله البيان الرسمي يقول انه استاذ خلينا من لوكس احكي واللي فما لا باش نقول لك ايش على البيان الرسمي. البيان الرسمي يقول ودي الجاري هو اللي دز هذا اش قال عبد السلام في تصريح قال السيد ودي الجاري دز والحقيقة. المعلومه اللي عندي انه بدات بماتش اللافت هذيك نتاع البوندرول. البوندرول هذيك كانت تفكير القطريين في انهم يدعموا النادي الافريقي على البوندرول تعملت وهذا انا متاكد منه من اطراف قطريين. ومن بعد شكون قاف هو نجم يقول اللي حب. اي هاني قلت لك انا متاكد انا باش نقول لك انا شنو المعلومه اللي عندي وانت قول لي صحيحه ولا لا. حركه النهضه هي اللي حبت تقص الطريق على رغبه يوسف الشاهد في تولي رئاسه النادي الافريقي حبت تجيب الفلوس لعبد السلام اليونسي. هل هذا صحيح ولا ما نتصورش انه حركه النهضه تخمم التخمام الساذج هذا ساذج لانه يوسف الشاهد ما عنده حتى مقاومات باش يشد رئيس النادي الافريقي. يوسف الشاهد عمل لما تشد رئيس النادي ما ينجمش يشدها ما عندوش فلوس وهو سبب من اسباب مشاكل النادي الافريقي يوسف الشاهد في وقت من الاوقات حب يحط يده على النادي الافريقي. اي وقتها خاطر عنده القدره نتاع السلطه السياسيه فهمت؟ اما هو في ذاته ما ينجمش يشد ما عندوش الثقل المالي باش يشد فهمت؟ والمشاكل هذوما في جانب كبير منهم هو سبب.
كيفاش تقرا نادي الفريق اليوم ممنوع من الانتدابات وعبس مليون سي قاعد مازال يجي في ملاعب ليا؟ فما لاعب تزيري وصل لتونس، لاعب عنده عامين ما لعبش كان معاقب. حكيت انت على رامي الجريدي، صحيحه معلومه رامي الجريدي؟ صحيح المعلومة، متأكد أنا اللي ثم اتصال وأنه ثم معناتها بروجي دو كونترا، هذا متأكد منه. لا معناتها لكن هل، لأنه أنا في بالي زاد الشخص اللي ونعرفه شخص ثقة برشا يقول لي أنه رامي حط زوج شروط. الشرط الأولاني ضمان مالي معناتها باش يخلص في مستحقاته، والشرط الثاني أنه يلعب. يحب يلعب معناتها يتأهل، فوالا هذه الكلمة يتأهل، مش معناتها يلعب تيتولير. يحب يتأهل، قالوا باش نقعد كيف هذوما لا، إذا باش تأهل مرحبا، ما كانش خلينا نمشي على روحي. باهي ملاعبية تجي وتخرج كيف كيف. هاني قلت لك هذه الفوضى. ما غير ما يلعبوا حتى دقيقة. نحكي على جابرييل كاك، نحكي على حسام الحباسي. شنو صار في الزوز ملاعبات هذوما؟ بالنسبة لل والعهدة على من فسر لذلك من الهيئة، معناتها انه حسام ثم امور تتعلق بالانضباط، معناتها صار خلاف فوقع استشارة. خلاف مع شكون؟ مع رئيس النادي ومع المدرب وقتها. خلاف خاطر طلب مستحقاته؟ يقولوا لا، يقولوا انه الامر، انا الكاتب العام نسمي لك، يقول لي معناتها انه الامر متعلق بالانضباط. فهمت؟ فوقع فسخ العقد. كاك ما نعرفش، يبدو انه لهنا هذا اللي خلى اللي حبيت تسائل معناها. اي هاني قلت لك هذا اللي خلاني اخزر الحباب عاد وتسائلوا، خلي انا اللي كنت براتيكمون في فتره كل يوم معاه وحاجات ما نعرفهمش. ما عندكش فكره معناها حتى كنت قريب غادي؟ هاني قلت لك ريت كي نقعدوا في البيرو انا وياه، معناتها تبدا تسمع في شخص يقول لك انا معناتها اللي هو على حق. ما سامحني نحكي لك مثال. انا سالته على حكايه التاهيل، قال لي الملاعبيه باش يتاهلوا. ما زلت باش تحكي باش يتأهلوا معناتها باش يدفع. نحكي يا سامي وينهم؟ مش قال هانا الريقلو هاو مطالب هاو كذا؟ فك عليا، فهمت؟